نحن نعلم يا سادة أن إكرام الميت دفنه، لكن الطقوس الجنائزية تختلف حول الشعوب، فمعظمهم يتجهون نحو إحراق الميت للاحتفاظ برماده للذكرى في نصب تذكارية أو لدفنه في الفضاء. لكن بدلاً من كل ذلك، أصبح رماد المتوفي خاتم ألماس أو عقداً يوضع على العنق أو يباع. ففي أكثر الطرق ميلاً للغرابة، يتم تحويل رماد الأحبة بعد حرقهم إلى ألماس. لكن السؤال، علمياً هل هذا ممكن؟ الإجابة نعم. الكربون البلوري هو أكثر العناصر الذرية الموجودة في أجسامنا. عند حرق الجسد ينتج نحو 2.2 إلى 4.5 كيلوغرامات من الرماد، وبمجرد توافر الكمية الكافية من الكربون يتم استخراج العنصر وتنقيته من الملوثات بنسبة 99%. أما 1% المتبقية فهي عبارة عن شوائب مثل البورون التي تلون الألماس باللون الأزرق النادر. ولزيادة تنقية الكربون يغلف الفنيون الرماد في خلية تحتوي على الحديد والكوبالت، وهي إضافات تساعد على إزالة الملوثات، ليتحول بعدها إلى صفائح مسطحة مجهرية زلقة من الجرافيت، وهي مادة مثالية لتخليق الألماس، لتوضع في آلة عالية الضغط والحرارة لتحاكي ظاهرة البركان. وبعد 8 أسابيع يتحول الجرافيت إلى ألماس خام ويباع على أشكال خواتم أو عقد.